مختلف سليفا في جوج حاجات على المحلين. الحاجة الأولى ما لعبتش كورة وما دربتش على الأقل في المستوى العالي. الحاجة الثانية شفت سؤالك باهي خلينا نكمل لك خلينا نكمل لك وجاوبني مسيش. الحاجة الثانية بديت وتعرفت خارج تونس وجيت بعد لتونس. اي هذوما زوج حاجات مختلف فيهم على اللي تعودنا بيه على المحلين. اللي هو شنو اخوي؟ زوج حاجات هذوما بديت من برا معناها مش من تونس. علاش اختار منك انت ولا شنو؟ انا اولا كي طلعت لابو ظبي عام 81 82 وروحت توا توا يا من باكت موا واضح؟ مشيت مع سي مختار تليلي الله يفرج عليه ونسلم عليه بالمناسبه. هزني مختار تليلي اجوا مع مدرب نادي الجزيره موسم 2081 موسم 82. قعدت غادي المختار روح وانا قعدت راني في الصغار. كيف هزك الساحه؟ انا هزني اجوان. انت كنت عندك علاقه اصحاب بيه ولا شنو؟ انت وقتها تليل انا يعرفني راني في الكان في الجونيور بتاع الجونيور ليسبيرانس هو راني في السينيور. شو معناتها انا قاعد في الدار انا فما كوره انا عندي شيء هزني مختار. نحب نعرف كيفاش يهز مختار تليلي واحد ما يعرفوش ولا ما يخدموش مدرب؟ اي هو عطيني الدوزيام دوغري. هو راني في ليسبيرانس وانت راني في الجونيور. ودخلنا في ستار في قصر الصعيد سيزون 81. ايبا سني خلي تمشي معايا. قلت وين نمشي معاك؟ قال لي انا طالع لابو ظبي تطلع معايا. قلت وين هذه ابو ظبي في السعوديه؟ ما نسمعش بها. ما تعرفهاش. ما نعرفهاش بصراحه. وانت تعرفها وقتها سلامه. ابو ظبي كاتربان. الامارات يا اخي. لا توا توا عرفناها الامارات. كاتربان كاتربان ماشي معروف. باهي عمري 12 عام نجم كنا نعرفها نجم كل. هزني سي مختار اجوان. روح سي مختار. ما كملش. طلبوني اداره نادي الجزيره تقبل باش تراني قطاع الناشئين ولا لا؟ قلت له انا نقبل. قعدت غديك في قطاع الناشئين 5 سنوات بعد سي مختار تليلي مروح. 5 سنوات في قطاع الناشئين في نادي الجزيرة، بعدش 5 سنوات أخرى في قطاع الناشئين في نادي الوحدة، وبعدش نمشي للسعودية ندرب الهلال في قطاع الناشئين. دربت قبل نجران. لا نجران والشعلة والهلال. هاي المشكلة وين سي إسلام؟ هاي المشكلة وين؟ وقت اللي واحد يبدا يراني في قطاع الناشئين طبعا مش معروف. صحيح. ما هو هذه المشكلة. أنا نقول لك تراني في الناشئين مالا أصعب من سينيور. علاش ما عملتش الباليي للسينيور؟ أنا ما نحبش. ما طلعتوش. أنا ما نحبش. جاتك فرصة. عبد المجيد شتالي ها هو حي. جات الفرصة باش يجي نادي الوحدة وأنا في النادي الوحدة. طلبوني رئيس النادي طلبني قال لي نحب ما يسالش نحكيها العملية. بيان سور تفضل. طلبني في شهر رمضان وفات سيزون قال لي سي رضا نحب نستشير معاك. عندي مدرب البرازيلي اسمه جارسيا نحب يروح على روحه. ونحب مدرب عربي مشارك في كاس العالم هذا سنة 90. ساكتا قال لي ايش قولك في محمود الجوهري مدرب المصري عملتها مشات مصر 90 سيزون كاس العالم مشات لكاس العالم. قلت له مدرب من افضل المدربين العرب وانت تحب مدرب شارك في كاس العالم محمود الجوهري من افضل المدربين لكن انا ما نضمنلكش طريقه العمل نتاعه وطبيعته في الحياة ما نعرفوش كشخص لكن نحكم على النتائج في المنتخب. أما أنا زادة كي تحب اللي نعرفه شخصيا عندي عبد المجيد شتالي أنا خزر لي البريزدون قال لي صاحبك. قلت له خويا شنو صاحبي؟ وأنا بصراحة ما ربي يطول عمره مجيد ما عنديش علاقة بيه. عمرك ما قابلته؟ لا لا تقبلت معاه ماني دربت حمام سوسه سينيور. تقول لي انت سينيور انا دربت حمام سوسه سينيور. ما حكيتناش عليهم هذوما تعديتهم سيدي. مجرد كلام انت رديف سينيور. هذه مش كيما فاز ريال مدريد. لا 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 توا ريال مدريد هاني اول مره نصرح عليك انت. باهي. وعندي فيك ثقه باش ما تخرجهاش. ايه بيناتنا. باهي. خلي انت تعرف مجيد قلت له خويا شنو نعرف علاش انا ما ندير لا فيريتي. طيب انا كان معايا ليش الشيخ ويحب مدرب عربي ومشى لكاس العالم. شكون يمشى لكاس العالم في الزونترون نتاعنا وقتها؟ هو عم مجيد شتالي الوحيد. صحيح. علاش خممت على نفسي؟ انا راني في الجونيور وقتها في نادي الوحده. كي باش يجيني المرحوم محمود الجوري مع كل احترامي لي او اي مدرب اخر باش يولي يعمل لي المشاكل. مصري مع تونسي باش يولي لي مشاكل. انا خليت حسابي. فهمت. قلت اخوي عبد المجيد شتالي بالنسبه لنادي الوحده هو المدرب المناسب في المكان المناسب. نصحته به. هز تليفون كلم ديريجون في النادي الوحده قال له غدوه الكابتن رضا باش يجيك تعطيه المصروف تقطع له تذكره باش يهبط لتونس. قال لي تنزل لتونس اسبوع تحكي مع سي مجيد وانت جاي خلي يعطيك
فوتوكوبي نتاع الباسبور باش يحضروا له الفيزا. وافكتيفمون كلمت سعد مجيد هلا بسي رضا شنو هو يعرفني من في حمام سوسه ما عندناش علاقه برشا ما عنديش علاقه بيه حسيلو ما نطولك شويه تان مكتوب وجا ورانا في نادي الوحده طلبني باش نكون معاه مساعد قلت له عبد المجيد اعفيني انا عايش خداش من سنه في الكاتيجوري دو جون اللي باش يدخل للسينيور راهو فما ريسك هاي خفت من ريسك انك تطلع فما مدرب يمنع هو حبيت هاك ريكش غادي صحي ريكش ريكش علاش ما خممتش في تعمل كارير لا 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 ما كانش عندك طموحات لا لا ما عنديش طموحات فانا عايش مع الصغار والحمد لله خدمت حسبتها فلوس صراحه مش مزيب السينيور فلوس يا اخو اكثر من يراني في الجنيه بيان سور اما ما حسبتهاش فلوس أنا. تقعد على صغير صحيت تعرف خديش قعدت غادي ولا لا نعم نعم 20 فما 20 يا ولدي 38 سنه ما شاء الله منهم واحد توا خاطر تكلمت قال هذا مطرد من ابو ظبي خذنا مطرد بعد 38 سنه ما يزالش مش مش باهي مادام جبت الموضوع علاش غادرت ابو ظبي توا هكا هو عاد اخي جات الكورونا وانا خمس شهور قاعد في الدار الروح نتاعي طلعت وشو تقعد شي 50 سنه اخت ما تاخذ كان اللي يكتب لك يزي في البركه والحمد لله ثم قناعه علاش مشيت باش نعمل كذا باش نعمل كذا نعمل كذا عملت والحمد لله معناها وحدك روحت وحدي روحت معناتها ما قالوليش ما تروحش ولا اقعد حاجتنا بي يزي في البركه 15 سنه كرونيكر وخداش من سنه مدرب في الصغار ما كبسوش فيك اقعد اقعد لا 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 قلت لهم باش نمشي قالوا انا مقرر وحدي انا ما اخذ قراري تعرف تقعد ستة شهور غادي راهو ما فماش كوره وما فما شيء سي با فاسيل سي با فاسيل صحيح لميت باكو باهي لا وقت العاد توا باش نقول لك وقت لعبت في ريال مدريد لميت فلوسك نبيل معلول جذبته هذا حسب ما قالوا بفمه ظهر في موزايك راني طول مالك الملعب ساعات فما خل بني يحيى البيرود اللي راني فيها انا قال جذبني نبيل معلول وقت اللي انا جونيور في الاسبيرانس مختارتني لي في السينيور خالد بن يحيى يليني اون 59 عادل الاطرش تقريبا نبيل معلول اون 60 هذوما يسمح لهم القانون باش يلعبوا معايا انا في الجونيور لكن مختلط لي اللي هزهم وقت السينيور ما دربتهمش معناها لا 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 ممكن سيانس ولا اثنين ولا فهمت شو شو اسمعني باش تعرفني اذا كتب المكتوب وباش تقعد صاحبي انا راه ما نعرفش نكذب حاسيك لا لا مجد كان في ريال مدريد لا نعرف نكذب خلي مره كذبت في ريال مدريد كذبت كذبه بايه على الاقل مش نكذب مضخمه خدمت مساعد قلت لي مختلط ليلي حتى في مثلا في حضورك التلفزيون حسوك متاثر شويه بمختار نتاع الشو وحكيت كما هكا شنو متاثر مش ما فهمتكش في تحاليلك مختار كي يحضر في التلفزيون يحب يعمل الشو يحب يعمل مثل الاثاره مثلا في الكلام نتاعه طريقتك انت سبونتاني نقول شويه هكا يعني انا نقلت في مختار ولا في من تنجم تكون هكا ولا ايه اولا ساعه كان انت هكا فهمت انا نقلت سؤال في مختار. فقط سؤال لا يعني كان انا نقلت في مختار في الشو نتاعه هذا يحصل لي شرف اولا ثانيا كل واحد وطبيعته انا هذا علاش نقول بار اكزومبل فما ناس تسبك هكا هكا تلقى يا اخي انت حاجه ما ساعدتكش كرونيكور قاعد في طاوله وهذا ما يساعدك يا اخويا دور الشين ولا شد الكوموند وقت اللي تجي تكلم هذا سكر عليه وتبع اللي تحب عليه انت لكن ما تسبني علاش تسب فيا تو مثلا المختار ربي يطول عمره عنده طريقته عنده عيشته حياته الخاصة يعيش فيها أنا ما نجمش نلومه أما إذا أنت ولا غيرك يفكر لي أنا نقلت في مختار هذا يحصل لي الشرف خويا وعزيز وغالي